بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ؟ بدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. مقر النقابة الفرعية للمرشدين السياحيين بالجيزة. بنبدأ محاضرة متميزة ومرتقبة للأساتذة الأفاضل، الأستاذ الدكتور جمال عبد الرحيم والأستاذ الدكتور خالد غريب. المحاضرة طبعاً عبارة عن مناقشة وحوار مفتوح بين الأساتذة الأفاضل في العصر مصر في العصر البيزنطي وبداية الفتح الإسلامي. نورتونا. شكرا. معلش طبعا اقول للدكتور جمال دايما انا بسامح يعني لان احنا هو بيسجلش ولا ايه القناه؟ قناه اليوتيوب ليه ما بتسجلش؟ ده كان على طول حضرتك هتبدا على طول. طب حتى حضرتك دي الدكتور جمال انت اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا سعداء انا وزميلي الاستاذ الدكتور خالد غريب بوجودنا في دار المرشدين السياحيين، نقابه المرشدين السياحيين بالجيزه النقابه الفرعيه، واحنا سعداء جدا وان شاء الله نتمنى ان تكون محاضره مفيده وجيده للاخوه والاخوات المرشدين والمرشدات. موضوع المحاضره هو مرتبط بفتره زمنيه واحده الا وهي مصر في العصر البيزنطي واقترانا بدخول الاسلام مصر، وعليه طبعا هيبدا بالحوار والمناقشه زميلي وصديقي الدكتور خالد غريب على اساس ان الفتره البيزنطيه هي اقدم من الفتره الاسلاميه الحديثه. على التقارب الاجتماعي التقارب شويه هيجي لنا. طيب اولا بشكر حضراتكم، معلش يمكن البث المشترك هنا عاملين زي ما نكون كده ايه هو البث زي ما بيقولوا في الكوره يعني. طبعا بشكر الاستاذ احمد نور ونقابه الجيزه على الدعوه المتجدده، وشرف ليا طبعا ان اكون جنب استاذي العزيز الدكتور جمال عبد الرحيم. بدايه كلمه بيزنطا، كلمه بيزنطا يعني بيزنطيوس او بيزنطيون او بيزنطيوم في اللاتيني، هي المستوطنه اللي على الفسفور اللي اتعملت سنه 658 اسمها كان بيزاس الدينيسوس. بيزاس الدينيسوس ده ملك مستوطنه او ملك مقاطعه ميغارا. الاسم بعد كده بيزاس ابن نيسوس هو اللي اصبح بعد كده البيزنطيه. الامبراطور قسطنطين، مش قسطنطين، قسطنطين لما بدا شغله علشان يعمل عاصمه جديده كان الاساس عنده اختيار مدينه توازي روما. في الوقت ده كان قسطنطين عشان نبقى عارفين كان عاوز يسمي المدينه باسم روما الجديده، لكن الطلب اللي حواليه ان المدينه تحمل اسمه واصبحت المدينه من خلال كنيسه ايا صوفيا بعد كده هي مرجعيه المسيحيه في الشرق. في 313 الامبراطور قسطنطين اصدر مرسوم ميلان. مرسوم ميلان يا دكتور جمال اسمح لي يا دكتور خالد بس علشان في كثير من الاخوه المرشدين بيسالوني دايما لما بشرح الاسلامي قبل ما نخش يعني في الاحوال و 313 والمرسوم المعروف بيسالوني هل هي الدوله الرومانيه ولا الدوله البيزنطيه؟ وطبعا انا بجيب عليهم الاجابه بتكون ان مصر كانت تابعه للدوله البيزنطيه، فارجو من حضرتك تشرح هل يا ترى كان في دولتين موجودتين، دوله رومانيه في روما ودولة بيزنطية جديدة اللي هي أنشأها الإمبراطور قسطنطين في الأستانة؟ يا ريت حضرتك توضح الموضوع ده. جميل يا ريس، ولكن حضرتك تعلم تمام العلم إن التقسيمة اللي حضرتك قلتها مع وجود اثنين أباطرة إمبراطور في الشرق وإمبراطور في الغرب تم بعد 395 بعد عهد الإمبراطور سيوليوس. هنا طيب في شيء ثاني مهم بقى يمكن الدكتور جمال هيتكلم عليه بشيء أكثر من التفصيل، ان لما هعمل العصر البيزنطي هتكلم على عصرين بيزنطيين، العصر البيزنطي في مصر والعصر البيزنطي في اوروبا. التعبير البيزنطي هو تعبير ضمني مش حقيقي عشان تبقى الصوره واضحه، بمعنى ان الكنيسه المصريه قالت ان 284 ميلاديا او حسب التقويم اليولياني، يمكن مش هعيد الكلام تاني في التقويم، هو اللي بنعرفه بعام الشهداء وهو عام تولد اوكليديانوس للحكم، وقالوا ان ده بدايه ما يعرف بالعصر البيزنطي في مصر. بالمناسبه دكتور جمال تعلم ان الكنيسه اقرت هذا التاريخ مش سنه 284، اقرته بعد مجمع خلق دنيا 401
50. القضيه الثانيه المهمه اللي عاوز اقولها لحضراتكم، ان حضرتك تعلم بان دقلتيانوس ما كانش هو الاضطهاد، دقلتيانوس كان نهايه الاضطهاد. نعم. ده اللي احنا بنسميه الاضطهادات العشره الكبيره للمسيحيه اللي بدات مع نيرون وانتهت مع دقلتيانوس. اتفضل يا جمال، في سؤال عن حته او حاجه؟ اتفضل كمل. مصر بقى في ظل الوجود البيزنطي كمصر مسيحيه. طبعا كلمه مسيحيه عشان نبقى عارفين هي كلمه لم تظهر في الكتاب المقدس الا ثلاث مرات. لم تظهر كلمه المسيحيه، مش كلمه شائعه بنقولها على طول. واحنا عارفين ان المسيحيه دخلت مصر زي ما بيقول يوسيبيوس اللي هو مؤلف الكنيسه، بيقول انه دخل بيها يوحنا مرقس او مرقس الرسول، دخل في السنه 43 بعد 10 سنوات من صعود المسيح عليه السلام دكتور جمال، وان هو قابل انيانوس، والقصه بتاعت انيانوس الشهيره اللي كلنا عارفينها، الحذاء وحي هو الرب، وقال له احكي لي يا مرقس، وابتدى مرقس يتكلم على عظمه السيد المسيح ومكانته، الامر اللي ادى انيانوس انه يؤمن، وابتدت بعد كده فكره المسيح. دقلتيانوس لما جه علشان يبقى منصفين، منصفين للتاريخ ولا يتخطى الامر البعدي، دقلتيانوس لم يكن بدايه حكم سيد. دقلتيانوس بدا حكمه بشكل رائع، شكل يعتمد على تقسيم مصر ثلاث اجزاء، شرق الدلتا اللي سماها ايجيبت هيراكليا، طيبه، غرب الدلتا. الاقاليم دي الحاكم بتاعها اسمه البرايسوس، اسكندريه العاصمه، وبيحكمها البريفكتوس ايجيبتي اللي هو حاكم مصر. اعتبر كمان حاجه غريبه جدا، اعتبر ان الحواف الغربيه جزء حدودي لمصر. اول حاجه عملها انه قال ان المصريين عندهم عمله من طرف تسمى التترا دراخما، العمله دي اقيمت في عهد الامبراطور تيبيريوس من 14 ل 37، لغى العمله دي. ليه؟ لاصلاح النظام الاقتصادي. وعايز اقول لكم حاجه هتستغربوا منها، ان ما اخرجه دقلتيان من نظام اقتصادي لاصلاح العمله ظل مستخدما في روما حتى 1453. ابتدى يشتغل دقلتيانوس. اتفضل دكتور. برضه هنا علشان لتوضيح الرؤيه كدقلتيانوس، انت بتقول ان ما كانش في بدايه حكم اضطهاد، امال ليه سابوا اطباق مصر، سابوا مدينه الاسكندريه وتوجهوا الى الصحراء الغربيه، ومن هنا بدات تظهر عمليه او نظام الرهبنه. هذا الامر تم بعد 302، ما تمش 284. نعم. تم بالتوضيح. تم من 302. طيب ايه السبب، المشكله الاساسيه اللي واجهت دقلتيانوس؟ وقف خالص القناه. ليه بس يا فعلا؟ انا مش عايز واخده موقف ثاني. مش مشكله، احنا بنبث عبر النقابه، وممكن بعد كده نبقى ننقلها على صفحه القناه او صفحه اليوتيوب الخاصه بيه. تمام. 302 ودخلت المشاكل اللي قابلها دقلتيانوس واعوانه. دقلتيانوس حط نظام للدولة زي ما احنا عارفين، نظام اقتصادي، ابتدى يعتمد على نظام خلاص ممكن نعتمد على البث بتاع النقابة ومنه ننقل ليه، ناخد الرابط بعد كده ننزله على القناة بتاعتنا. هل في أي مشكلة؟ لا هو كده، هو تقريبا في نوتيفيكيشن جه فراح موقف. معلش مفيش أي مشكلة. فرض الضرائب، الدوله تضع ايديها على المخازن، الكلام ده كله من 284 ل 300 وكام يا دكتور جمال؟ 302. بعد 302 الحاج دقلتيانوس واجهته مشكله، انه دقلتيانوس على الرغم من الاصلاحات كان منتظر من المصريين وغيرهم ان الناس تقابله كويس، لكن المسيحيين المصريين رفضوا. هو كان عمل نظام اجتماعي رباعي، نظام اعتمد على انه يتولى هو ماكسيميليان وماكسيميان و جاليريو ومعاهم، خلاص يا استاذ احمد مش مشكله نقف. بس يا ريت توضح سر الرفض. ايه سر الرفض هنا؟ ان المصريين كان لديهم شعور بانهم اصحاب العقيده، وان اي اصلاح يتم من روما هو اصلاح غير مقبول، لا سيما بعد 272 المرحله اللي قامت فيها الثوره الكبيره ضد الامبراطور اوريليان، واللي بيشير كتير من المؤرخين انه ربما يكون الحريق الاكبر لمكتبه اسكندريه تم في التاريخ ده. خلاص هنوقف القناه خالص يا احمد، وهنشتغل على كمل صفحه القناه. ظهرت حاجات كتيره، مراسيم المصريين رافضين فيها اي اصلاح بيقول بالدقلتيانوس. خلي بال حضرتك، يمكن هنا اتذكر جمله كان يقولها احد اساتذتنا في التاريخ البيزنطي، بيقول ان اي محاوله
كان هيعملها حتى لو بإيدها المصريين رافضينها، لأن المصريين أصبحوا رافضين لكل التعامل مع أي جهة غير بتاعتهم. اتحرق الإمبراطور رد على كده بإنه ابتدى المصريين زي ما حضرتك قلت يهربوا للرهبنة، ابتدت الأزمة الاقتصادية تزيد في مصر، خاصة وإن مصر بالقمح وبالبرد كانت بتمثل المكان المهم، هنا أدت إلى نوع من أنواع الانهيار القومي اللي أدى إنه رد على المصريين، رد بإيه؟ بحرق الأناجيل، حرق الكتب الدينية، منع المسيحيين من التجمع، مفيش صلوات، كل راجل وست ما بيقدمش قربان يتقتل، وفي 303 قال كل رؤساء الكنائس في مصر يسجنوا. ده القانون البرسوم الشهير اللي عمله في شهر مارس من عام 303، ومارس بالمناسبة هو أول شهر في التقويم الميلادي قبل إصلاحات الأنبا جريجوري في القرن ال 16. كان مارس، ومارس هو معروف إنه إله الحرب، إحنا عارفين إن التقويم كان يبدأ بمارس، بعد كده أفرد اللي هو الربيع، مايا الأرض، جوان الشباب، جولاي اللي هو يوليوس قيصر، أوجست اللي هو المبجل اللي هو قسطر، سبتمبر 6 باللاتيني يعني 7، سبتمبر الشهر السابع، أكتوبر الشهر الثامن، نوفمبر الشهر التاسع، ديسمبر الشهر العاشر، جانفي بيقول الطهارة، وبعد كده فبراير بيبقى النهائي. لما جه الأنبا جريجوري عمل التعديل بتاعه. بالنسبة بقى لهذا التقويم هنتكلم بقى على التقويم القبطي، وده اللي بدا يظهر على ما اعتقد بقى في 305، لان الاضطهاد كان عنيف قوي من 303 الى 305. يا ريت هو ما ظهرش في 305 يا دكتور جمال، هو اتصلح، هو اتصلح مع الملك بطليموس الثالث في مرسوم كانون واحد قال انه زود اليوم التقويم المصري. احنا كلنا بعض، انا قبط مسلم وجورج او فيكتور او قبط مسيحي، لكن التقويم ده تقويم مصري، لم يستخدم هذا التقويم بشكل صريح. الكنيسة بعد خلق الدنيا بعد المذهب الأرثوذكسي قالت إن أنا هعمل ثلاث حاجات، اللغة هي القبطية، لغة الأدب ولغة الشارع ولغة العود مش لغة الكنيسة. يا ريت تكرر التاريخ تاني علشان بس 451 ميلادية خلق دنيا، مجمع خلق دنيا وانفصال الكنيسة. هنا هيبدأ التقويم القبطي هو اللغة، التقويم هو التقويم الزراعي المصري اللي مقسم السنة لثلاث فصول، أخي توبيريت وشيمون بيقسم السنة ل 360 يوم وخمس أيام نسية، يعني 13 شهر، 12 في 30 و1 في 5، تقسيمة السنة بتاعتي بتبدأ بشهر توت اللي هو جحوتي وبتنتهي بمصر، توت أبيب بابا اللي هو بايبت اللي هو عيد الإيبت، وبعد كده بيجي هاتور اللي هي هاتور، كياك عيد الأرواح اللي هي كاحركا عيد ميلاد الأرواح، اللي قيل بانه ارتبط بميلاد اوزوريس وبميلاد الخيري، حتى ان الكنيسه المصريه لغايه دلوقتي يا دكتور جمال، وده الخطا اللي بيقع فيه بعض اخواتنا، لا تحتفل بميلاد السيد المسيح 7 يناير، ميلاد السيد المسيح عليه السلام 29 كياك وفقا للكنيسه المصريه الارثوذكسيه. بعد كده يجي لي كياك اللي هي كحركا اللي هي الارواح مع بعضها، بعد كده يجي لي تبي اللي هي او تشيبي اللي هي الحنطه اللي هي طوبه، بعد كده يجي لي باي المخر او باي المشر اللي هو امشير، بعد كده يجي لي بابر ابن حطف اللي هي برمهان، بعد كده يجي لي برمودا اللي هي باري نوتد اللي هي ربة الحصار، بعد كده يجي لي باشانس اللي هو بار خنصو، وباشانس يوم 24 منه اللي بيوازي تقريبا 1/6 من كل عام هو ذكرى دخول السيد المسيح عليه السلام الى ارض مصر، بعد كده يجي لي بقونا بقينت عيد الوادي اللي أبون بيطلع فيه من الشرق للغرب، بعد كده يجي لي أبيب إبر أحد المعبودات اللي جوه الكرنك، ثم يجي لي مصر اللي هي ميسيرا ويختم بيه السنة، دول ال 12 شهر وفقا للتقويم المصري. أحب أعيد الجملة اللي قلتها أكثر من مرة، حميل أول التسمية اللي كان بيقولها الله يرحمه ياسر السيد العظيم الدكتور عبد الصمد، قال ما نسميه التقويم الزراعي، وكان دايما يربط لنا الشهور دي بمواسم الزراعه والمحاصيل، يعني في برنهاد روح الغيطو هاد، في بشمس الارض تتكنس كنس، في بقونا الحجر ما فيش ميه على شجر، كان دايما يربط دي بدي ويقول لك ربما ان في تواصل من النوع ده. لكن دكتوريانوس لما الازمه قابلته دكتور جمال وقعنا في المشكله، المشكله هي ايه؟ المشكله او الصدام الاكبر كان ان الامبراطور اضطر يضطهد، زي مرات السجان اللي كانت بتعتني بالشهداء تحت حراس الجزء واتنصرت، مسكوها علقوها على شجره وخلوا النار تولع وعلقوا في رقبتها حجر. الكتيبه العسكريه الطبيه اللي استشهدت في 22 سبتمبر 286 كل افرادها. دوكليديانوس اريانوس والي ملاو، ده له قصه لطيفه جدا مع فليمون
فليمون ده كان زمار. فليمون مرة بيلعب بسهم بيضرب سهم فالسهم راح وضرب رد الفايين ريانوس. فريانوس قبض عليه ولي من جوع الابن هيقدمه. قال له انا ما اقصدش. قال له ماليش دعوه. قال له طيب اعدمني زي ما انت عايز ولكن هطلب منك حاجه. التراب اللي انت هتغطيه عليا خد منه على المكان اللي اصيبت بيه عينيك واذكر ببركه المسيح. فوضع ايده بهذا الشكل بعد ما عمل بعد ما قتل الراجل فارتد اليه بصره. فبدا من هنا يرسل الى الامبراطور رافضا اي تعامل ويعلن تنصره. وقال الامبراطور انا نادم على كل اللي عملته ضد المسيح. في 25 نوفمبر 311 البطريرك ال 17 بطرس استشهد. لكن كل ده دقلتيانوس اقتصاديا هو كان بالي مشروع ولكن اصطدم بانه ما ارضاش المصريين. ما ارضاش البعد الديني. ما ارضاش البعد النفسي اللي ممكن يخلينا كنا نبقى. جاليريوس سيطر على الحكم ابتدى يعذب المسيحيين. 323 اصطدم صدام قوي مع قسطنطين اللي كان مولود في 272 ميلاديا واصبح قسطنطين امبراطور على روما. وده بقى ياخدنا دكتور للتفسيرات بقى والكلام الحلو اللي عايزين الاخوه المرشدين الرهبنه. يا ريت حضرتك بقى تتكلم نتيجه لهذا الاضطهاد وظهور الرهبنه ويا ريت تكلمنا بقى كيف بدات الرهبنه واشهر الاديره المهمه اللي موجوده طبعا الرهبنه الغربيه وتحويل بعض من المعابد المصريه القديمه الى دار للرهبنه. طيب رهب يعني خاف وابتهم. احنا بنتكلم رهب يعني اذا هو الراهب هو الشاه الذي يخاف من الرهب فيرجع. الرهبنه عشان تبقى واضحه الصوره في بدايتها كان فيها نوع ايماني بينكره وده الاقوى. وده اللي قاله القران حتى الكريم لما قال ولا تجدن اقربهم موده للذين امنوا الذين قالوا انا نصارى ذلك ان منهم قدس سينا ورهبان. فكانت دي. لكن كان في رهبنه ثانيه ودول ناس ارتدوا كتير. دول كانوا مين؟ كانوا الناس عند احمد اللي بيبقوا حاروا الصين على انهم يبعدوا اقتصاديا. لان برديات اوكسير الخوش مثلا دكتور جمال لقينا في عدد كبير من البرديات يكتب ايه؟ جاءت لجنة الضرائب إلى بيت فلان وكان موجود على البيت عبارة خرج ولن يعود. مش عايز يدفع ضريبة. فكانوا الناس بيهربوا. لكن الرهبنة بعد كده أصبحت ستار أو إطار آسف قوي جدا تقدر المسيحية تنتشر فيه في داخل مصر. من الأنبا أنطونيوس من توجهه لأديرة البحر الأحمر من بخوميوس بعد كده ورهبنة الشركة من كل الرهبنة وكل الرهبان اللي اتجمعوا حواليه. ولكن تبقى رهبنة أو تبقى مرحلة الخوف في مرحلة الاضطهاد هي اللي حولت عدد كبير من المعابد إلى هياكل. أيوة. وعلشان كده بعدنا يتكلم يقول أقدم كنيسة في مصر وتيجي مثلا تقول المعلقة ما عنديش نص فيها دكتور جمال قبل القرن السابع. لكن ده بعدين تقول لا أنت حق يا جماعة في فرق. أنا النهارده لو قررت إن أنا في المكان اللي أنا قاعد فيه في القبط المرشدين هعمل جامع. أول حاجة بعملها إن الحاجة إحنا بنيجي نروح قافلين المكان اللي فيه قبلة وبنحط حصيلة. ممكن بعد كده ما نعملش المشروع بس افتكرنا إن المكان ده أصبح جامع. علشان كده 216 ودي معلومة مهمة أوي لازم تتعرف 216 ميلادية عندنا نص من أوكسن الكوس بهنسك بيقول أن المسيحيين اللي كانوا عايشين هناك عملوا مكان للمصلي اول كنيسه بس دي جت ايه؟ تكسر نص ما جاليش. ده المفترض ان بيت انيانوس اللي هو دار البقره مش عارف تعبير اذا كنت اللي هو هو المكان الاول اللي كان فيه كنيسه لانه كان مكان مصلى. اذا ففكره الرهبنه وفكره التعبد عندما تحول المعابد ما كانش الا في فترات الاضطهاد. نعم. زي وعلشان كده معبد دير المدينه، معبد دير شرنيط، معبد الدير البحري. دايما هلاقي كلمه دير، دير موازي. الاديره او المعابد اللي تحولت اليها اللي تحولت الى هياكل مسيحيه وليس اديره، هياكل زي فيلا مثلا، فيلا الهيكل ومكان الصمت. في العصر البطرسي المكان الدير الميه اللي اتحول لكنيسه وهكذا. كل الاماكن مثلا دكتور جمال اللي وقفت فيها العائله المقدسه في رحلتها لمصر لم تكن اماكن كنائس، لكن اصبحت كنائس ترجع كلنا بين القرن الثامن والعاشر الميلادي. عشان كده جات لي رساله حاليا بتقول لي يا ريت الدكتور خالد بس يقول لنا نماذج، لان دايما هم بيروحوا يزوروا
الأديرة الجميلة اللي في وادي النطرون نظرة ولو بسيطة كده عن هذه الأديرة لو سمحت. مش هينفع دلوقتي أي سبب، لازم نشوف الصور، احنا عندنا الأربع أديرة يعني أربع شهور هم أر تواريخها تواريخها وأسمائها لا يفتى وأنت في المدينة بتاعتك أنت التاريخ ولا إيه؟ لان هما بيتكلموا على اشياء لا اتربى لان انا اتكلم بالاسلام. لا طيب طالما ظهرت بقى الاديره ونظام الرهبنه فبرضو حضرتك اتكلمت عن العائله المقدسه، برضو هنا من ضمن الاسئله اللي بتيجي العائله المقدسه قعدت قد ايه في مصر؟ التليفون معاك وبدات منين وازاي وانتهت لفين برضو في عجاله لو سمحت يا دكتور خالد عشان برضو في كثير من العائله المقدسه عايزه تعرف العائله المقدسه والمسار وكلهم عارفين وشافوا المسار ده موجود بجوار كنيسه ابي سرجة في مصر القديمه. طيب بسرعه بص ايه الاصحاح الثالث الايه الثانيه من الانجيل متى هي المصدر الاول والوحيد تقريبا لينا؟ قم خذ الصبي وامه واذهب الى مصر ولا تعد حتى اخبره. هيرودوس حاكم هيرودوت الحاكم الروماني يرفض ان تلد اي امراه ذكر لانه جاء له من تشر بانه سياتي من سيغير هذا الامر. قرر ليتب بالست قررت انها او ربنا سبحانه وتعالى اعطى ليها البشاره من خلال يوسف النجار. يجي بقى هنا السؤال لماذا جاءت العائله المقدسه الى مصر؟ لازم السؤال ده يبقى مهم وعرفه. ايوه السؤال ده هنا طبعا احنا فرحانين بس بلد الامن والامان بالراحه يا جماعه. سنة 27 الكلام ده مش وحش بس سنة 27 وفي السينات الروماني الامبراطور اوكتافيوس او اوكتافيوس ما كانش لسه لا امبراطور ولا اوغسطس قال لهم انا مش هكمل لعبه. ليه يا عم بس مين اللي مزعلك؟ قال لهم انا دلوقتي روما والدوله وكيف اسيطر؟ طب ايه المطلوب؟ قال لهم محتاج ان اضع ايدي على مجموعه من الاقاليم تكون تابعه ليا انا وتكون ولايات امبراطوريه وليست ولايات سيناتوريه. فقال له جميل فين هي الولايات السيناتوريه؟ كان من ضمن الولايات عشان ما تكونش في كتير مصر. واصدر مرسوم قال فيه يمنع زياره مصر او دخول مصر من اي فرد ايا كان من العائله المالكه او من كبار الرجال الا باذن الامبراطور. دكتور جمال وانا ناس غلابه ندخل لكن الحاج احمد نور الدين ما يعديش ده من رجال الدوله فيجي وهو داخل لا لازم تاخد اذن الامبراطور. لما ربنا سبحانه وتعالى الهم يوسف الاولاد له ادخل مصر مش هيقدر الجيش الروماني يتتبعه فيها. لان مصر ممنوع حد يدخلها الا باذن الامبراطور وفي نفس الوقت الجيش اللي هيطلع او يتحرك ورا الست دي لواحده بعين عفوا في التعبير ولها كل التكريم السيده العذراء كل سنه واخواتنا المسيحيين طيبين احنا بنصوم اليومين دول اجمل صيام في السنه لاخواتنا المسيحيين صيام السيده العذراء من 7 ل 22 اغسطس. هنا اتحرك على مصر دخولها لمصر هنا كان نوع من الامان ان ما حدش هيتتبعها من الاعداء. هي دخلت مصر هنا خلينا نتكلم معاك ما عنديش مصدر يا دكتور جمال قبل القرن الثالث يا ريت توضح النقطه دي قبل القرن الثالث من الاب فيليسيوس لما جه قال انه راى رؤيه والعذراء ابلغته بخط السير وكتب علشان كده هتلاقي حضرتك اللي يقول لك بدات من هنا واللي يحط ويبارك المكان كل الكلام ده جميل. خلينا نتكلم في اطار عام. الطبري وابن الاثير. الطبري وابن الاثير عندهم مشكله كبيره جدا لان الطبري وابن الاثير اكدوا او حاولوا يربطوا بتاكيد زياره العصور الاسلاميه وبالمناسبه قالوا ايه؟ واهويناه الى ذات ربوه وقرار معين. قالوا ان الربوه والقرار المعين هي مصر. واكدوا من هنا لدرجه ان الطبري قال ان السيده العذراء في نص صريح اقرا لحضراتكم النص معايا نص زي بيقول انها ما كانتش بتدي المسيح لحد شايلاه وحطناه كل الوقت وهاتين لا وقعدت في مصر وفقا لكلام ابن الاثير والطبري كام سنه؟ 12 سنه. يعني في الحاله دي المسيح خرج من مصر شاب الكلام ده لحد كبير مش هنقدر نعمل مش مؤكد لكن هناخد احنا خط السير المتفق عليه وفقا للمخطوطات اللي في برلين ووفقا للعديد من الاشارات وحتى اللي قبل سجل بعد كده من القرن الرابع وما بعده ان هي بدات من البوابه الشماليه البوابه مصر الشماليه بلوزو دخلت بقى دخلت بعد كده على شمال سينا خدت الفرمه لا هم بداوا دخول سينا مين بالظبط؟ من عند بوابه الزلاميه عند العلي شوقي يعني شمال الشرق بالظبط ايوه بعد كده نزل خدت رفح
بعد كده نزلت على الفرم، بعد كده اتحركت للفرم. الشرق الموازي للبحر المتوسط. تمام. كل ده نزلت على فين بعد كده؟ على الدلتا. اول ما كان في الدلتا يمكن في النقابه هنا شافوه مع الدكتور ايفان البير الجميل اللي استنى بسطه وقعد، وجه في النصوص ان الرحم بارك المكان وان الاصنام بدات تقع. الاصنام فابتدوا الناس يسالوا ايه اللي بيوقع الاثار؟ ما الاثار زي الفل. طبعا هم بيقولوا اثار التفسير المسيحي بيقول انها الاصنام. فقالوا ان في واحده ست وحصل وابتدوا تمشي من هنا، خرجت العدل راحت على مسترد، من مسترد على بالبيس، بالبيس المحمى. نعم. كل الاماكن دي هي بتقعد تلاقي الشجره، تلاقي مغاره، تلاقي دي. طيب لا العبره معاها ورقه بتقول لها خط سير، ولا العبره معاها كتاب، ولا حد بيديها موبايل يقول لها هي ربنا سبحانه وتعالى. واحيانا في بعض الاماكن على فكره كانت تقعد وتمشي بعدها بساعات. بعد كده اتحركت على فين؟ على سمنود، ومن سمنود على سخف، وفي سخف في كفر الشيخ لغايه النهارده الاهالي بيتباركوا بحته حجر عليها بصمه ريك، بيقولوا ان بصمه ريك وضع قدم السيد المسيح عليها. يقال كده عن بير ميه، رجعت معديه على البركه كلها في بريه شهيد او سكه حمار او بيت الملك او منطقه وادي المطرون. اللي هي المنطقه اللي احنا بنعرفها من العصر الفرعوني بالمناسبه، وبنعرف انها كانت منطقه مهمه جدا لحمايه الحدود الشماليه الشرقيه لمصر، لان المواني المصريه كانت هنا. وعشان كده حاج احمد يمكن كنا بنتكلم قريب ان شاء الله تعالى بنفكر نعمل للنقابه رحله لسيوة. لو ربنا سبحانه وتعالى اراد هيكون من ضمن برنامجنا ان احنا نقف نعمل مارينا العالمين. قدام مارينا العالمين اللي احنا بنعملها عند منطقه كبيره مش عارف هيبقى اعلان ولا ايه، عند بورتو مارينا، العمارات بتاع بورتو مارينا الموجوده عند البوابه الخمسه في مارينا، منطقه الاثار. لقينا مقابر، لقينا اجوره، لقينا معابد، لقينا بيوت، لقينا فيلا، لقينا حمامات، مدينه كامله. يعني لو نزلنا شفنا المكان ده هنلاقي مدينه، المدينه دي عرفنا انها ممتده لو مشينا معاها قريبه لمنطقه وادي المطرون. يعني المنطقه كانت منطقه تجاريه. قعدت هناك، بعد كده نزلت على اتجاه منفى، من منفى راحت على فين؟ على اونو. اونو برضه بعيد مره اثنين وثلاثه عشر. اونو اللي هي مدينه الاوتاد، اون بالهيروغليفي يعني وتر او عمود. اونو وامتداد اونو الشمالي يا دكتور جمال هو المطريه وعين شمس، الجزء الاوسط منها هو بابر حابي ام اون، بابر حابي ام اون بيت معبود النيل في اون اللي هي المنطقه اللي عندها بقياس النيل. نعم. لان برضه هنا معلش هضطر ان انا اقضيها، بعضنا بتحصل عنده حته لخبطه ما بين حاجتين، ما بين انه يقول منطقه حصن بابلون هو تسميه سليمه، لكن المنطقه دي في النصوص اسمها جرع حار، مكان الحرب، بيقال ان الصراع بين حرس وسد وصل لاشده في الحته اللي قريبه من الحرب. انما المكان ده هو اللي عند قياس النيل دلوقتي حضرتك طبعا سيدي العارفين للجزء ده. في الجزء ده قالوا ان هو بابر حابب اون في اون. دكتور جوده الجبره ربنا يديله العمر لقى تماثيل لاتوم رب اون موجوده قريبه من كنيسه القديس ميخائيل اللي هي بقت بن عزرا المعبد اليهودي. بعد كده بنطلع حير اون، وده احد التفسيرات المهمه. حير يعني ايه؟ على بالهيروغليف. حير اون على اون او اعلى اون، يوم بعض المؤرخين العرب بيقولوها ايه؟ حلوان. تخيل بقى حضرتك انت بتطلع من المطريه الحلوان، انت ماشي في خط السير ده. العائله المقدسه راحت قعدت عند ديك سيلفيوس، عن المكان اللي بعد كده بقى كنيسه سيلفيوس واقف اللي هي بير المايه اللي هناك. عاشت ثلاث شهور السيده العذراء والسيد المسيح معامله طيبه جدا. ثابت المكان ومشت، لقت سلم على النيل نزلت منه وعدت فبقت المعادي. تمام جملتك الشهيره، عدت المعادي منه دخلت على ايه؟ منف والصعيد. خدت بقى عشرين النصارى، خدت مغاره، بعد كده نزلت على اللهم صل على سيدنا محمد. لا محمد امين يا راجل، راحت على وهي ماشيه بالمركب لقت حجر بينزل فالمسيح رفع ايده فالحجر رجع فبقى جبل الكف او جبل الطير اللي قعدت ثلاث ايام في المغاره في صمنلور. بعد كده اتحركت راحت المنيا كملت لغايه ما وصلت الاشمونين في بيت في الاشمونين. فاكر يا استاذ احمد لما شفنا الاشمونين مع بعض المنطقه الشهيره استاذ احمد يعني الموجوده على فكره بيحضرنا الاستاذ احمد حسن استاذ وايده والحاج احمد نور الدين طبعا مجلس نقابه الجيده تحس ان احنا قاعدين طبعا انتوا احنا مشرفين بوجودنا معاكم. دخل الى يبدو فاتوره الكهرباء جت للنقابه. طيب في الاشمونين قابلهم راجل واكرمهم وعاملهم معامله رائعه، لكن بكل اسف المعامله قلت ان الناس تضايقهم فطردوهم.
خرجت العدرا وراحت كملت من بيروت وكملت لغايه لما دخلت اسيوط ووصلت لجبل قسقام، وفي جبل قسقام استقرت في الدير الشهير اللي بنسميه بيت لحم مصر اللي هو دير المحله اللي قعدت فيه 6 شهور. قصه الشيخ بعد ما خلصت وجت اللي هو تاني يوسف المجار عملت اليوتورن ورجعت من الجنات لودرونكا وردت السيده الابرار والسيد المسيح ويوسف المجار رحله العوده الى بيت لحم مرض. ده كان رحله بنقدر الرحله انها من حوالي من 3 سنين ونص ل4 سنين، يعني حين زودنا البعض يقول لك لا تزيد شويه، قال لك دول سنتين، بعض الناس ده ما دخلوش خالص. في برضه عرفتوا ان العجله ما جاتش مرة، لكن عايز اقول لكم بس عشان البعض اللي في بعض ليه انا ذكرت في الاول الطبر وابن الاثير عشان ابرر المؤرخين المسلمين من تهمه بيوصفها الله بجد. اصل المسلمين مش عايزين يعترفوا بالعجله، واي شرف تحت ذي مصر ان السيده الابرار تبارك الله، ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك، دخلت طهاره واصطفاء اكثر من مره لم تحظى به امراه في العالم ولا ام الرسول عليه الصلاه والسلام، يذكر في القران سوره باسم. جميل قوي دكتور خالد. يبقى احنا هنا اتكلمنا عن المسيحيه وانتشار المسيحيه. المهم المحاضره حلوه ما تسجلتش في القناه. الحاج احمد بيقول اتنين شكله قرا نصوص اللعنه على تليفونه. وطبعا بنرد على الاستفسارات والاسئله اللي دايما بيسالها لنا الاشخاص المرشدين. هنوصل بقى يعني خلاص المسيحيه موجوده، وبعض المصادر والمراجع بتقول رغم انتشار المسيحيه في مصر طبعا من بعد المرسوم اللي عمله الامبراطور قسطنطين، الا ان برضه كان هناك اضطهاد الى حد ما لاقباط او مسيحيه مصر. يا ريت برضه تلقي الضوء عليه، لان هذا الاضطهاد اللي استمر من بعد اصدار المرسوم إذا حتى فتح العرب أو الفتح الإسلامي لمصر، فعايزين نلقي الضوء برضو عن أحوال مصر في ظل هذا الاضطهاد المسيحي، يعني حب عن المسيحي والمسلمين والمسيحيين الأقباط وفي اضطهاد إزاي بقى. خلينا صحتك سؤال، لما مرسوم ميلان قال المسيحية ديانة من ديانات الدولة، تمام؟ المسيحية ديانة من ديانات، هو كانش يقدر هو ابن القديسة ميلان يقول المسيحية ديانة الدولة ويخلص؟ الأحد أجازة، أحكام الكنيسة لا ترد، ده اللي قاله قسطنطين في مرسوم ميلان. نعم. طب ليه ما قالش المسيحية وخلص وكان عفى نفسه؟ نعم. لا، مشكلته الأساسية إنه الوثنيين الكثيرين الموجودين في روما كان ممكن يتحركوا بالاقتصاد ويدمروا اقتصاد روما، علشان كده دكتور جمال كان حريص إنه يكسب وجودهم جنبه لغايه ما يتم بناء المدينه الجديده روما الجديده. من هنا بدا يفكر فيه، ويمكن دايما بضرب مثل لطيف عاشوا اخواتنا الفرنساويين واللي مننا عاش فرنسا يعرف القصه دي. في 2001 احد الاشخاص اللي كان مرشح لانتخابات الرئاسه الفرنسيه وكان ضد الرئيس جاك شيراك. انت عارف الدكتور جمال عمل ايه؟ الراجل ده كان مشروعه كان اسمه جان ماري لوبان، كان مشروعه هو طرد العرب من فرنسا. طرد العرب من فرنسا. الفرنساويين نجحوا شيراك مع انهم كانوا في البدايه رافضينه. نجحوه بسكور عالي قوي. ليه؟ قال لك ما اقدرش اخسر العرب مش حبا ولكن في الاستثمارات العربيه للشركات العربيه الموجوده، لو انا طردتهم ومشوا باستثماراتهم اقتصاد فرنسا هينهار. هو ده اللي فكر فيه قسطنطين قبل كده قبليها ان هو يحافظ على الاقتصاد الروماني. وبعد كده لما يجي العاصمه الثانيه تبدا الامور تمشي. مشكلته الاساسيه ان هو وقع مع اسكندريه. او مع في ان مصر دوله مسيحيه. ومرقس الرسول بدا الدعوه للمسيحيه في الشرق من عندنا، عارفين ان مرقس الرسول جه من البنت ابوليس اللي هي المقاطعات الخمسه في الحدود الغربيه. طيب اصبحت مصر هنا هي المكان، فاحنا قاعدين اسف في التعبير اللي هقوله ان بطننا بطيخة صيفي، منتظرين ان اي امبراطور جاي هيقول ان الكنيسه رقم واحد او الكنيسه اللي بعد روما هي كنيسه مصر. نعم. ودينا بيقول كنيسه بيزنطه او كنيسه القسطنطينيه. الامر هنا اللي دخلنا فيه صراع، الصراع ردت عليه الدوله باضطهاد، فاصبح الاضطهاد زي ما حضرتك قلت مسيحي مسيحي. ساعد هنا بقى كمان زيادته ايه؟ جوليان المرتد اللي ايه؟ اللي جه بعد حكم قسطنطين واولاده. الراجل ده كان
قال ان كل الامور الوثنيه سيبوها للناس تبدا. قال انا خادم الامه، انا اي شخص اخدمه. مره بيقول انه تعدى على احد امتيازات مجلس الشيوخ فحكم على نفسه بعشرة رطل من الذهب. قال انا باخضع كل المواطنين لقانون الامبراطوريه، انا اؤدي العمل. لكن كان مشكلته فلسفته التي كانت ترفض ان المسيحيه تكون هي الشيء الكامل في الدوله. والدليل اصلاحه للهياكل الوثنيه دكتور جمال، قال كبار الفلاسفه يجي. وابتدى هنا يدخل في موضوع من الموضوعات مهمه. من الموضوعات دي قال كيف للرب ان يخلق من تكون عونا لادم لتكون هي سبب سقوط. ابتدى يشكك في الدعوه. حاشا لله، انا بقول حاشا لله اللي انا هقوله، فكيف يكون هذا الاله الحاقد الحاسم ده جوليان الديرون ان يأبى على الانسان ان يعرف الخير والشر؟ الى هذا الحد يؤخذ الابناء بذنوب الاباء؟ لماذا لم يغضب الاله، ده كلام جوليان، على الشياطين والملائكه؟ ابتدى من هنا ليه ما بتقبلوش الشريعه اللي نزلها على اليهود؟ تقولون ان الشريعه كانت مكسوره على زمان ومكان. انقل اليكم من اسفار موسى عشرات الالاف التي تقول ان الشريعه نزلت ليعمل بها اليهود. بص هنا واحد مرتد تماما قال لك حد يقول لي اين الاسطوره؟ لما راح فوق بعد كده الراجل شوف جميل اهو، بس فلسفته وخطابه ده هو كان الكارثه. عشان كده لما خرج في حمله للفرس بيقال ان هو اتقتل بيد الجنود الرومان المسيحيين اللي كانوا معاه. والدليل على كده ان الامبراطور الفارسي او الحاكم الفارسي اصدر امر بانه سيعطي مكافاه لمن يقتل جوليان. الغريبه ان بعد موته لم يتقدم جندي او ضابط فارسي يقول بانه هو الذي قتل. فالامر غالبا، وعندنا يمكن الايقونه الشهيره بتاعت ماتيوس اللي فيها بتصور القديس ميركيوس وهو بيضرب بفين الايقونه دي؟ بفين محفوظه؟ اظن في روما. يمكن الصوره بتاعتها مش واضحه لو يعني مش هتبقى باينه في الكاميرا باينه مش باينه يعني انا على حاول اقربها. بالعكس ده هي فرصه ان الناس تشوف. دي وثيقه، دي تعتبر وثيقه من الوثائق المهمه اللي انا شايف كده ظهرت الصوره واضحه. استاذ احمد نور الدين عمال يديني كده، ها وضحت كده لحضراتكم؟ تمام. معلش انا اسف ان انا لا علشان بس الناس تعرف. طبعا لان دي وثيقه مهمه جدا. وارجو يعني بعد وفاه جوليان دي جوفيان استسلم للفرصه المسيحيه. جوفيان كان امين للايمان بالمسيح. كل اللي عمل جوليان المرتد جوفيان لغاه وبعت خطاب لمين بقى؟ لعفريت العلبة اللي مطلع عين الرومان القديس والأب أثناسيوس. قال له ارجع تاني لكرسيك، دبر شؤون كنيسة مصر. لأن خلي بالك أثناسيوس رافض بكل الأمور اللي اتجعل من الإسكندرية الكنيسة رقم 3 أو 4. علشان كده كان رافض للأمور. روما ابتدت تضطهد. أثناسيوس دخل إسكندرية أصدر خطاب العقيدة اللي بيعتمد على مجمع نيقيا. وبعد كده راح لانطاكيا وقابل الامبراطوريه. انطاكيا بس بالمناسبه هي انطيوكيا، بيقال ان اللي اسستها كليوباترا الثانيه في اثناء صراحة مع اخوها بطلميوس الثاني. وعملت مدينه انطيوكيا اللي هي بعد كده بقت انطاكيا. دخل صراع ثاني وابتدت الامور تدخل في صراع حتى ان جوفيان وبكل اسف مات. البعض قال انه مات انسداد في الاورده، والبعض الثاني قال ان اوضه كانت مدهونه بالجير والجو كان حر جدا وفي مواقف الجو كان برد جدا فولعوا له مواقف فحم عشان تدفي والجير وهو نايم عمل اول اكسيد الكربون نشط جدا خنقه ومات. فالنتيان جه ورفض انه يغادر روما. مشيت بقى بعد كده الى فالنس وبعد كده جراتيان. لكن هنا بقى السؤال اللي سالته الدكتور جمال. ايوه سالته الدكتور جمال الاضطهاد شغال لان انا رافض نقل الاباطره لغايه ما وصلني السؤال ده الثاني. اخر امبراطور لروما كلها بيحكم المدينتين وهو الامبراطور ثيودوسيوس. ثيودوسيوس كان مسيحي متدين. في مجمع القسطنطينيه 381 وقع معاهده مع الفرس ارسل ارمينيا وقال للمسيحيين عليكم بالوحده الكامله، نبقى كلنا ايد واحده.
وفي 391 أصدر مرسوم بحرق ما تبقى من كتب مكتبة الإسكندرية. السؤال هنا مهم، هو حرق ما تبقى من الكتب ولم يحرق المكتبة؟ المكتبة احنا كنا بنجري ننتشر اللي نقدر عليه، لكن المكتبة مختفية حسب الرأي الغالب من 272. وراح كمان عمل ايه؟ شال على القسطنطينيه مسلم الحطمس الثالث وعمل تمثيل عليها لتقديم النص للمجيد. المسله اهي، هرجع برضه اقول لحضراتكم مسله الحطمس الثالث. استاذ احمد نور، مش احد استاذ احمد نور بس يشاور لي، هل احنا الزاويه مظبوطه اللي فيها الصوره على تمام مظبوطه؟ تمام هنا يمشي معانا النص علشان نشوف. ادي تمثيل ثيوديسيوس على قاعده المسله بيقدم النصر المجيد. تمام، ثيوديسيوس زي ما بقول لحضراتكم فين الشبكه؟ لا وين يعني بتاعت مهمه، هي مناقشه ودردشه واحنا يعني مش هنطلع دردشه. ده جميل يا دكتور جمال والكلام ده. المشاكل ابتدت ترد بعد ثيوديسيوس قسم الحكم ما بين مكانين اللي هي بيزنطة في الشرق او القسطنطينية في الشرق وروما في الغرب. ادى اركاديوس ابنه حكم الشرق وهورانيوس ابنه الثاني حكم الغرب. هنا انقسمت الامبراطورية الى جزئين، شرقي وغربي، بناء على السؤال اللي حضرتك كنت بتسأله. برضو طب يعني السؤال السهل اللي عايزينه برضو نعرفه، مسيحي ضد مسيحي برضو ليه يعني هنا الاضطهاد؟ ليه كل ده؟ ما انا بقول لحضرتك انا محتاج كنيسه كلمتين، انا كنيستي محتاجه تبقى نمره واحد وده حقي. روما رفض وانت بنت المذاهب، انا المذاهب يعقوب. انا عايز اوصل للمذاهب، اختلاف المذاهب، اختلاف فكره المذاهب، وده بقى اللي خلى اللي دخل الدنيا كلها بعض. يعني لما نيجي يا استاذ احمد مثلا ونلاقي ان ثيوديسيوس الثاني بتاع اركاديوس كان قاصر وتولى الحكم، وفي عهد اخته بالخيريا اللي حكمت بقى جوزها مرقيا اللي اهتمت ايامه بيها دكتور جمال، مجمع خلقدون 451 وانفصال الكنائس. بعد كده جه الامبراطور ليون الاول، أول إمبراطور يعين بموافقة بطريرك القسطنطينية. دي كانت مهمة أوي. ليون الأول جه بعدين ليون الثاني. ليون الثاني ده حفيده. ليون الثاني حفيده من بنته. ليون الثاني نقل الحكم لمين؟ لأبو زينون. شايفين الدنيا ماشية إزاي؟ روما في الفترة دي فيها أي مشكلة؟ روما هنا فيها مشكلة. دكتور خالد في رد فعل أنا بيوصلني للمحاضرة، والشكر طبعا للأستاذ أحمد نور والأستاذ أحمد وكل أعضاء النقابة، وحتى لدرجة إن أنا بعت قلت لو في أي أسئلة، علشان كده أنا بسألك الأسئلة اللي بتجيلي، فأنا بسألك بعض الأسئلة اللي بتجيلي. وأنا بسألك الإخوة، حتى أنا في الجزء الإسلامي بسألك. الإخوة المرشدين دايما بيسألوا الأسئلة دي لأن هما بيتسألوا من الجيست الضيف اللي معاهم عن هذه الاسئله. اتفضل كمل. خلوني وصلنا للاضطهاد بقى ومذهب اختلاف المذاهب. خلوني برضه عايزين المذهب المصري والمذهب الحاكم. المذهب الحاكم هو المذهب هنقولها الكنيسه الكاثوليكيه والكنيسه الارثوذكسيه. الارثوذكس اللي هو مستقيم كاثوليكي العالمي الملكي المؤمن. الحديث هنا كلنا او كل المسيحيين يؤمنون بان المسيح طبيعه واحده، لكن حين اندماجه بالبشر كيف كانت الطبيعه؟ اللي هو وحتى الكاثوليك، لكن اندماجه بالبشر عند الكاثوليك اعطت مساحه في الايقونه ان يكون له جزء ولو بسيط بشري. اما الارثوذكسيه فهي مستقيمه ترفض تماما اي شيء يخرج عن حيز أن يكون السيد المسيح. هل ده يؤدي إلى برضه مشاكل ما بين أو اضطهاد ما بين الحاكم والمحكوم؟ طبعاً. خلي بال حضرتك، الصراع الديني دائماً هو أسوأ أنواع الصراع. أقوى من السياسي؟ أقوى من السياسي، لأنه الإيمان فيه بيكون عالي. نعم. أنت يمكن أن تغير مذهبك السياسي، لكن صعوبة تغيير المذهب الديني تاخد وقت. لكن خلينا نتكلم عن في القرن الخامس، القرن السادس. القرن السادس بالنسبه لي مهم،
لان يمكن انا بعض شروط اطول شويه معلش من اللي انا وحضرتك متفقين عليه. لغايه ما جالي الامبراطور جوستينيان. جوستينيان هو حرر الزاويه في الاصلاح. تعلم حضرتك جنسة كاترين، تعلم ايا صوفيا، العديد من المنشآت اللي اصلا في مصر كان ذكي جدا. لقى الصراع في اسكندريه ديني ديني. نعم. راح معين بطريرك من طرفي. هو راجل ايه؟ كاثوليك. مراته الامبراطوره تيودورا قالت له لا. راحت بعت واحد وعملت لعبه عطلت اللي بعته جوزها عشان تعين واحد من طرفها اللي هو تيودوسي. الصراع ما بين البطريركات في اسكندريه ادى لحاله يمكن ان نطلق عليها بحرب الاهليه. نعم. جوستينيان مشكلته مع مصر كانت الايمان الرفض عندهم من تعيين اي حد من الامبراطور لدرجه ان جوستينيان لما ثيودوسيوس جه والمصريين رحبوا بيه وقابلوه اعتبر جوستينيان ان ثيودوسيوس بعد الاصلاحات دي كلها هو شخص ملحد غير مرغوب فيه لدرجه ان هو اختار احد اديره كانوت اللي هي بوير ليكون هو البطريرك الاكبر والبطريرك ده اسمه بولس. عارفين المصريين قالوا ايه بقى؟ شوف الرب الديني قالوا على بولس ده ايه؟ ها لقد عين الامبراطور علينا يهوذا الثاني. جنبنا يهوذا الثاني خلاص اصبح في رفض عندنا شامل لكل ما يقوم به الامبراطور. عشان الامبراطور يحاول يصلح الاقتصاد عشان يعالج مشكله الدين عمل قانون اسمه القانون 13. القانون 13 ده قانون سنه 1536 الغى وظيفه حاكم الاقليم وعين موظف واحد يكون هو اللي يشيل كل حاجه. وعمل مصر خمس دقية. اوقية دي التعبير بتاع موريتانيا معلش بحكم الفلوس اللي كنت باخدها. عمل مصر اوجستا مينيكا اركاديا تي بوليفيا وهنا قال ان تي بوليفيا مناطق حوالي. بعد كده قسم مصر الاثنين قرشين مصر الاولى ومصر الثانيه وعين عليهم دكتور خاص بيهم. عمل نظام ضرائبي يعتمد على الخوره اللي بقت القرى اللي بقت القريه بعد كده. فابتدت تقسيمات كتير. كل ده كان كويس قوي لكن النظام الاقتصادي والسياسي ينهار دائما بعد ان انا رافض تماما اي حاجه انت بتعملها لان انت جرحتني في الدين. هنا كان داوود اساطير كتير اتكلمت عن جوستينيان لكن سوء حظه انه وصل في النهايه الى ازمه الوباء اللي انتشر وادى ان هو نفسه مات جوستينيان بعد كده ربما ب وعلشان كده بس بمناسبه جوستينيان كان سيد ايا صوفيا يعني دي من اشهر الاعمال المعماريه وطبعا حضرتك تعلم ان ايا صوفيا من البطرشين بالظبط ايا صوفيا بتاعتك هو عاوز يعملها يجيب لنا ايا صوفيا بس اديني ايا صوفيا علشان كده بدا بعديه ندخل في حاجه ثانيه انه بعديه لما جه اللي هو جوستين الثاني يا استاذ احمد قابلته ازمه كبيره. الازمه بتقول ايه؟ ان البلد منهاره مجاعات لدرجه انه اتجنن في اخر ايامه وقال جمله جميله قوي جوستين ان الله لا يجيز لنا ان نلقي القبض على احد من اجل عقيدته الدينيه. يا نهار ابيض انت قلبت الترابيزه ده الخناقه على الدين انت جاي تقول لا مصر عمال الخراج والناس والدنيا شغاله بشكل تاني. تخيلوا ان البلطجه اصبحت هي العنصر الاساسي الذي يقوم على امور الدوله لدرجه ان في واحد اسمه ديسكورس متشكر يا باع ثلاث فدادين غير صالحه للزراعه لاحد الاديره. ده بلطجي ثلاث فدادين رايحين بتوع مش فاتحين فالكنيسه قالت طيب والدير انا هاخد الضرايب بقى اللي على الثلاث فدادين. ديوسكوروس قال لهم ماشي انا عندي 15 فدان في زمام ارض ادفعوا ضرايب عليهم. طب احنا مالنا؟ قال لهم مش هتدفعوا علينا مش هتمدوا ايديكم هنا. شفتوا بكتبوا خلاص اصبحت الامور صعبه جدا لدرجه ان في واحد قدم بنته رهن عشان ياخد على صك بسداد ضريبه. بنت تاجر سمك مملح لجأت لفسخاني لجأت لرئيس الاداره المحليه عشان يساعدها. الرهبانه بقى هنا اعلى مراحلها هنا في القرن السادس لدرجه ان عدد الرهبان وصل في قريه واحده 700 رهبان. وبدات اسكندريه تفرض نفوذها لدرجه ان مدينه الاسكندريه كان لها املاك في كنيستها لغايه ارسينوبوليس فيوم. ليه؟ خلاص ما هو خلي بالك الصراع ديني انا مؤمن بس رجل الدين كيف يمكنه
ان يقرا هذا الصرف لمصلحته ولا لمصلحه الدين. هنا الامور انهارت تماما وبدانا نستعد لدخول مرحله تانية. خلي بال حضرتك في المرحله دي بعد جوستينيان وجوستين تماما اتلغت فكره اللاتينيه واتلغت اي فكره واصبحت اللغه الدارجه عندي في مصر هي القبطي لدرجه ان لغه الشارع لغه كل شيء والاسقف هيرميتيوس لاول مره ترجم الانجيل الى القبطي حتى في الاسكندريه في القرن السادس. خلي بالكم برضه هنا بيقول ان اللغه القبطيه زادت قوي في القرن السادس الميلادي وبالذات في مقر العاصمه والاقاليم طبعا اللي هي الاسكندريه. استمرت بقى الامور لغايه ما انتهى الى القرن السادس ومشاكل الفرس اللي ما بتخلص لغايه لما جه الامبراطور فوكس اللي كان فوكس فعلا عامل فوكس على نفسه كده ومحدش يقرب منه واي حد يقرب يتعرض للاضطهاد او الضرب. بدات المشاكل كتير والفرس هاجموا الامبراطوريه وبدات مصر تتعلق فيها المشاكل الدينيه. المشاكل الدينيه ان الامبراطور مصمم ان واحد يجي من طرفه والدوله ومصر رفض اي شخص تاني لان انا الوالي البيزنطي شيء وانا شيء انا مذهب هو مذهب اللي حضرتك كنت عليه. علشان كده المصريين بعتوا لواحد اسمه القائد نكتاز. نكتاز ده ابن اخو مين؟ ابن اخو هرقل حاكم شمال افريقيا. ابن هرقل الصغير كان اسمه ايه؟ هرقل الازرق. قالوا راح هرقل الكبير بعت لابنه مع نكتاز قال له خلصنا من مين؟ من المصريين. فعلا هرقل قدر انه يجي على فوكس وراح ونكتاز اللي هو ابن اخوه ابن عمه راح الى اسكندريه. هرقل وصل القسطنطينيه فتحت له القسطنطينيه ابوابها واتقبض على فوكس واتقتل واصبح هرقل امبراطور. هرقل ابتدى يصلح الاوضاع ومعتمد ان نكتاز هنا. المشكله الاساسيه اللي واجهت هرقل بقى هنا لان انا هنبدا هنا الجزء بتاع الدكتور جمال. ليه؟ لان هرقل الفرس دخلوا على بلاد الشام ووصلوا بيت المقدس ودخلوا اخذوا صليب الصلبوط من ويقال ان هرقل بعت لكسرى ملك الفرس قال له ارجوك فرد كسرى برساله سخريه وتريقه عليه. الفرس راحوا مصر وفتحوها. مصر حاله استسلام. الفرس قرروا يروحوا القسطنطينيه. خلوا بالكم ده سبحانه وتعالى ربنا نزل القران هنا في سوره الروم الف لام ميم غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد. تعالوا نشوف اللي هيحصل. اللي حصل هنا ايه؟ اتحرك الفرس لمصر فتحوها خلاص ده الانهيار واتحركوا على القسطنطينيه. بيزنطة هزمتهم وقتلت منهم جنود جيش قتل 4000 واحد. هرقل لقى ان لازم روما تبقى معاه. تخيل بقى ان ابتدينا دلوقتي بعد ثيودوسيوس واركاديوس وهونونيوس ابتديت افكر ان ارجع الحق نفسي تاني. هرقل قرر انه يسيطر وعمل معاهده أظهر مع اللاتين في روما سنة 619 ودفع 200,000 دينار ليهم إتاوة وطلب البطريرك سيديوس من الإمبراطور أن يقسم على الكتاب المقدس بألا يتخلى عنه القسطنطينية. وضع يده وأقسم وقال في 4 أبريل 622 أقسم أني أترك المدينة إلى يد الله وأم العذراء والبطريرك. هزم الفرس في معركة نينوى 627 تفاوض. كسرى رفض. كسرى بعد طلب جيوشه في مصر واتفق مع عوان يحاصروا القسطنطينيه لمده 3 شهور لكن اتهزم. ده اللي ربنا قلت لحضراتكم القران نزل فيه. الامور اختلفت. كسرى مات ابنه شيرويا وصل الحكم. هرقل بعت له شيرويا بعت يقول له انا اسف سيبكم باللي قاله ابويا. قال له طيب هتوقف الهجوم انا عايز حاجه اخرى تجيب لي الصليب المقدس. اداله الصليب ودخل في 14 سبتمبر ده تاريخ كل اخواتنا المسيحيين في العالم يعرفوه عوده الصليب المقدس الى او صليب الصلبوط الى مكانه الطبيعي. اسكندريه بقى كان القديس بنيامين. بنيامين كان عنده نفوذ كان شخص قوي جدا وقف العديد من المشاكل. زار منطقه بابلون الحاميات الفارسيه. هرقل ابتدى يسيطر على مصر تاني ولو سيطره اسميه. لما فشل بقى في تعامله مع بنيامين عمل ايه؟ عين كيروس او كيروس اللي هو المقاوم ويقال
ويقال بان المقوقس البعض بيعتقد انها جاءت من سخريه المصريين منه، قال ان هو المقوقس لانه جاي من منطقه قريبه من القوقاز، فقيل ان هو المقوقس اللي جاي لنا من ناحيه القوقاز، والبعض بيراه لقب من الفخامه والترديد، حتى ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان يقول عليه ملك مصر، يعني ده كله غلط. بنيامين ما عجبوش ترشيح المقوقس وعمل مجمع في اسكندريه وابتدى يتكلم وقال لهم نلجا الى الصحراء، وراح هو على قوس. طبعا هذه القوس استنى عليه الدكتور جمال لما نطلع الاقصر مره لازم نعمل فيها قوس والاديره الرائعه بتاعتها جميله. مقوقس وصل قرب الناس، ابتدى يحاول يقنع الناس بالمذهب بتاع الامبراطور اللي هو المذهب المونثيليتي، محاوله لاخراج المصريين من الفكر الميتافيزيكو بتاعنا. رفضوا، قال لهم انتم ملحدين، الجيش البيزنطي يتعامل بقسوه معانا لدرجه ان احنا كنا بنتلسع بالعقارب بنتضرب بنتجلد. اخو بنيامين اتحرق، كان بيحط النار على جسمه لغايه الدهن ما ينزل منه. قمه الاضطهاد، مسيحي مسيحي، قمه الاضطهاد. وعلشان كده بعض المؤرخين يقول ما تعرض له مسيحي مصر من البيزنطيين ربما يوازي ما تعرض له من دقلتيان. المرحله دي بقى كان بدا نور ينور في شبه جزيره العرب. الحدث الجبلي ظهور الاسلام، المسلمين حاربوا الرومان 629 برئاسه زيد بن حمزه اللي هي غزوه مؤته، هذه الغزوه التي لم يكتب لها النجاح. بعدها العرب خدوا بيت المقدس في عهد عمر بن الخطاب، سفرنس بطريرك بيت المقدس سلم بيت المقدس لعمر، عمر وعمر راحوا قيصريه، وعمر خد سفرنس وصل مصر عند زميله كيرس على فكره. وراح عمر مقر القاهره في دمشق وسيطر على الشام. عمرو في الشام طلب من عمر طلب ايه هو؟ طبعا فتح مصر. عمر رفض. طبعا العديد من الاسئله والاستفسارات سبب رفض الخليفه عمر بن الخطاب، انما اسمحوا لي في البدايه اقول دايما الاسئله وبعض السرد الجميل اللي قاله زميل الدكتور خالد عن احوال مصر قبل دخول الاسلام، وقال يمكن الحمد لله باستفاضه، وده اللي بيهم الاخوه المرشدين والمرشدات. سالوني ايضا عن مولد المصطفى. مولد المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم يعني كان بالظبط هو التاريخ المعروف 570 ميلاديه، رغم ان في بعض الابحاث وبعض الاراء ظهرت حديثا بتقول ان هو في عام 579، يعني في الفتره من 570 الى 79 في عام الفيل او ما شابه ذلك. الرسول محمد صلى الله عليه وسلم برضه الاسئله اتولد في مكه المكرمه، وبعد كده ابتدى نزل عليه الوحي وهو في سن الأربعين. برضو دي من الأسئلة اللي بتسألها من الأخوة المرشدين. في سن الأربعين نزل عليه الوحي، هاجر من مكة والمدينة. هنا بيسألوني لأنه هيبدأ يظهر زي ما قال الدكتور خالد، أنا عندي التاريخ الميلادي، عندي التاريخ القبطي، عندي التاريخ الفارسي، إنما هنا هيبدأ يظهر بقى تاريخ جديد ألا وهو التاريخ الهجري. السنة الأولى للهجرة اللي هاجر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، يعني هنقول عام واحد هجرية، يتحفظ يعادل كم ميلادية؟ يعادل 622 ميلادية. إذا واحد هجرية يعادل 622 ميلادية. المصطفى صلى الله عليه وسلم مات في سنة 11 هجرية، وكان سنه تقريبا من 61 أو 62 سنة، و 11 هجريه تعادل بالميلادي يا استاذ احمد، تعادل بالميلادي 632 ميلاديه. وطبعا زي ما قال الدكتور خالد مصر واحوال مصر وعمر ابن العاص وخالد ابن الوليد وعمر ابن الخطاب، عايز اقول لحضراتكم التاريخ بيقول لي من قبل الاسلام وجود دوله بدل دوله او حكم بدل حكم، بيبقى هناك ظروف أو عوامل، يا إما عوامل سياسية بتكون سيئة في القطر اللي هينتهي، يا إما سوء الأحوال الاقتصادية، ودي اللي مرت بمصر. مصر كان بتمثل
سوء للأحوال السياسية، الخلاف ما بين الدولة البيزنطية ما بين الولاة اللي بعثهم أو ولاة هرقل في مصر، وأيضا سوء الأحوال الاقتصادية. ومن هنا دايما بيبقى العاملين دول بيلعب دور أساسي جدا جدا في قيام حكم جديد أو دولة جديدة، سواء بقرر تاني قبل الإسلام أو حتى في العصور الإسلامية. ده احنا بنشوف العصور الإسلامية دول حل محل دول بسبب العاملين دول، العامل السياسي السيء والعامل الاقتصادي الأسوأ. اللي أنا عايز أقوله عشان أكمل، بوفاة الرسول سنة 632 11 هجرية بدأت عهد تاني اسمه عهد الخلفاء الراشدين. أبو بكر الصديق عايز يعمل توسعات للدولة الإسلامية لأن المقر كان في المدينة المنورة، ولكن ما قدرش، لم يمهل له العمر إن يعمل توسعات ويخرج عن نطاق الجزيرة العربية، لأن الإسلام بالفعل انتشر في ربوع الجزيرة العربية أيام محمد صلى الله عليه وسلم. لما مات أبو بكر تولى الخلافة عمر بن الخطاب، وهنا زي ما قال الدكتور خالد في عهد عمر بن الخطاب بدأ الجيش يبقى قوي، وبدأت الجيوش تخرج بقى فاتحة لمناطق الشمال والشرق والغرب. في جيوش طلعت على بلاد العراق إلى الشرق ومنها إلى أواسط آسيا أيام الخليفة عمر بن الخطاب، وفي جيوش طلعت ناحية الشمال والغرب اللي هي استولت على بلاد الشام واستولت على مصر، ونقصد هنا جيش خالد ابن الوليد وكمان معاه عمرو ابن العاص. بجاوب على السؤال، وكل المصادر قالت كده، ان عمر بن الخطاب كان يخشى على جيش المسلمين في دخول مصر، يعني كان بيطلب من عمرو بن العاص ان يأجل الدخول الى مصر لان العيش. وعمرو قال يا دكتور جمال فاكر حتى الجمله ده؟ انا فاكر. الجيش كان عدده تقريبا 4000 مقاتل، وقال له يعني فيما معناه انا هبعت لك برساله، لو الرساله دي وصلتك وانت دخلت ارض مصر توكل على الله، ولو وصلت لك الرساله او ما استلمتهاش وانت لم تدخل الى ارض مصر فعود بجيشك فورا. كل المصادر والكتب بتقول ان الرساله كانت متاخره، ولكن كان هنا اصرار عمرو بن العاص ان هو يفتح مصر، ونفس خط سير زي ما قال الدكتور خالد، نفس خط سير العائله المقدسه، وهي جم من بلد اسمها قيصريه في فلسطين جيش عمرو بن العاص، ووصل الزحف على يمين البحر المتوسط لغايه ما دخل الحدود الشماليه الشرقيه لمصر، غزه، رفح، العريش، لدرجة ان هو كان في اعياد جميلة جدا. وزي ما انا ذكرت قبل كده في هذا المكان لما بتكلم عن التاريخ الاسلامي، قلت ان هو ساب العريش وتوجه الى مصر على طول مباشرة. جنوب العريش احتفل بعيد الاضحى المبارك مع جنده، وقال المساء عيد، ومن هنا جاءت مدينة المشهورة مدينة المساعي. هل هروب حاجة بيت المقدس البيزنطي لمصر وترك عمر بن الخطاب سفر الشام، هل ده كان السبب عشان يحشي الجيوش في مصر ضد المسلمين؟ هل ده كان السبب اللي خلى عمر يعجل لعمرو انه يتحرك؟ ما اعتقدش. ليه؟ لان دماغ عمرو بن العاص ان يستولى على مصر، وهنا الكلمه دايما في اذن عمرو بن العاص، وده صحابي من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعرف تماما أن الرسول أوصى بالدخول إلى مصر، ولو دخلت مصر استوصوا بأهلها خيرا. فكان كل دي عوامل. كمان عمرو بن العاص كان رجل تاجر وزار مصر قبل كده، وبالمناسبة إذا كانت اللغة القبطية هي اللغة السائدة للشعب المصري قبل دخول الإسلام وبعد دخول الإسلام اللي هو على يد عمرو بن العاص، أصدرت أو ظهرت كثير من الأبحاث بتقول إن المصريين أيضا كانوا يعرفون اللغة العربية، يتحدثوا اللغة العربية، وده السبب لحركة التجارة. فعلا حركة التجارة يا جماعة والحج إلى بلاد الشام
دي بتؤدي الى معرفه اللغه، لغه الشعوب، لان التجاره والحج دايما هي او دول عاملين مهمين جدا لمعرفه لغات العالم. المهم المسلمين دخلوا، عشان بس ننهي المحاضره الجميله دي، لبعض الاشياء اللي لازم الاخ المرشد والساده المشاهدين يعرفوها، وهي ان بوفاه ابو بكر عمر بن الخطاب الفتوحات الاسلاميه، بوفاه عمر بن الخطاب استمرت الفتوحات الاسلاميه، جاء عثمان بن عفان اتقتل بسبب فتنه كبرى الخليفه عثمان بن عفان، والكلام ده كان عام 35 هجريه، ما تعادل 635 655 اسف ميلاديه 600 وقرر ثاني التاريخ 655 ميلاديه، وبدات المشاكل تحصل وظهور الشيعه. برضه سالوني الشيعه بداوا امتى؟ الشيعه بدات تظهر، كلمه شيعه يعني تابع، ودول بداوا يظهروا بعد وفاه الرسول على طول محمد صلى الله عليه وسلم، لان كانوا هؤلاء الناس اتباع علي ابن ابي طالب. لماذا لم يتولى علي ابن ابي طالب الخلافه بعد وفاه محمد وبدلا من ابو بكر الصديق؟ كل دي فتن وكل دي مشاكل بدات تؤثر في الدوله الاسلاميه المبكره التي قام بتاسيسها المصطفى صلى الله عليه وسلم في المدينه. وسبب هذه الفتنه طبعا هم اليهود، والكل يعلم ذلك ما فعله اليهود علشان يتم هدم او اساءة هذه الدولة او الاساءة لهذه الدولة المسلمة. اتقتل الخليفة عثمان بن عفان، وبدأ يظهر بقى علي بن ابي طالب. هل يا ترى الفتنة تقل والشيعة والاتباع والظروف السياسية؟ لا، بل هتزداد، لانها تظهر فرقة تعرف باسم فرقة الخوارج، والخوارج دول اللي هم يقول لك اللي بيحكمنا مش شرط ان يكون من اهل البيت، لا، اللي يحكم لابد ان يكون يتصف بصفات الحاكم. اتقتل علي ابن ابي طالب في عام 40 ما يعادل 660، وهنا بقى هنقول ظهور بقى دولة في بلاد الشام اسمها الدولة الأموية. مع الدولة الأموية هتبدأ بقى عملية التعريف، لأن لما بنقول مصر ولاية إسلامية من أول ما دخلها عمرو بن العاص، وبرضه علشان التاريخ نقول إن عمرو بن العاص أسس دولة إسلامية في مصر، بس كان هو الوالي، الدولة كانت في المدينة المنورة، إنما هنا بنقول تابعة للدولة الإسلامية في المدينة المنورة. التاريخ لما أقول تأسيس يبقى كامل متكامل، موجود عاصمة، موجود جامع، كل ده كان سنة كام؟ كان 642 ميلادية الموافق 21 هجرية. 656 الأسطول البيزنطي حاول يهاجم مصر تاني، يهاجم اسكندرية، علشان كده حتى البعض بيقول أن العصر البيزنطي في مصر لا ينتهي 641 ولكن 656، لأن الأسطول الإسلامي في الإسكندرية هزمه ورده. وعشان كده يوحنا المطلسي قال الجملة الشهيرة: ما فعله العرب بالإسكندرية بعد تدمير أسوارها لم يكن انتقاما بل جلبهم طغيان هرقل، وما أنزلهم من ظلم واضطهاد بالأرثوذكس بمساعدة المقدس. 656 ده يعتبر نهاية العصر البيزنطي بسبب القوة الإسلامية، لأن المسلمين بدأوا بقى يعرفوا فن القتال، هم شاطرين جدا في القتال البري الصحراوي، إنما طالما هيمنوا على بلاد الشام بتطل على البحر، طالما هيمنوا على بلاد مصر فبتطل، فلازم يتعلموا الفنون الحربية. كلمة جميلة انهيار بقى الحكم البيزنطي، رغم ان قسطنطين هرقل حاول يستعيد مصر مرة أخرى. ليه؟ لأن مصر يا جماعة هي بالبلد كده اللي كانت بتأكل هذه الدول القمح والتربة المصرية، وبالتالي يعني بعض المصادر كانت بتتريق كده وتقول إن هرقل بكى بكاء شديدا عندما سقطت مصر لدكتور خالد في يد المسلمين، وده السر ان هو حاول ان هو يستعيدها مره اخرى، مره واثنين وثلاثه، الا ان المرض طبعا
أصيب بهذا الإمبراطور البيزنطي هرقل وتأثر ومات متأثرا بهذا المرض، وأصبحت مصر يحكمها الحكم الإسلامي ابتداء زي ما قلت من دولة الخلفاء الراشدين، فالدولة الأموية فالدولة العباسية. وإن شاء الله إن شاء الله يكون هناك لقاءات لمعرفة أحوال مصر التاريخية السياسية وأيضا الفنية والمعمارية. شكرا، وبنشكر زميلي الدكتور خالد غريب، وبنشكر النقابة العامة للمرشدين السياحيين بالجيزة وشمال الصعيد، الأستاذ أحمد نور، الأستاذ أحمد، الأستاذة هويدة، كل أعضاء النقابة الشكر موصول لهم جميعا. وإن شاء الله إن شاء الله هنتقابل. وبالمناسبة بنعلن إن النقابة الفرعية بدأت مشروعها وبدأ النشاط الخاص بها يعود مرة أخرى، وهتعلن فيما بعد قريبا عن الجولات الميدانية سواء في الآثار الإسلامية أو الآثار المصرية أو الآثار القبطية واليهودية، وده على موقع النقابة. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا للعملاق اللي اتعلمنا على ايده من اول الف بيه لغايه النهارده دكتور خالد غريب شهيد. بشكر سنيور احمد نور، هو اللي دايما بيدينا الافكار الحلوه دي، هو كان صاحب الفكره النهارده بتاعه لقاء السحاب بتاع النهارده، وانا صممت ان انا احضر بقى من الاستوديو، مش هقول من ده خوفا، بس عايزين دايما ان شاء الله متجمعين على خير، وان شاء الله نقابه الجيزه يعني لسه في افكار كتير لسه عاملين عليها ان شاء الله. شكرا جزيلا، شكرا لحضراتكم، وشكرا للاساتذه الافاضل، ويا رب دايما كده مستفيدين بعلمكم الغزير ان شاء الله لابنائكم واخوانكم من المرشدين السياحيين. شكرين لحضراتكم. شكرا لحضراتكم. شكرا للنقابه. شكرا شكرا. شوف هذا